تحية صباحية طيبة من صوت لبنان، وإليكم نشرة أخبار الثامنة والربع. ماذا أولا في العناوين؟ صباح الخير. تعددت المبادرات باتجاه موسكو، عون الحريري وقبلهما الجميل، والمطلوب واحد تأمين العودة. ملف الكهرباء ينتظر نقاهة الحريري. هل اقترضت المصارف ب 2% وأودعت لدى المركز بفائدة 7%؟ بنوك متدينة أكثر بكثير من رأس المال. غدا إضراب المتعاقدين الثانويين. مجلس الأمن يناقش تطورات غزة. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر، مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. بما أن شعرك هو مرآة لجمالك وأنوثتك، احرصي دوما على الاستمرار بتقويته وتغذيته بواسطة بايو هيرب من ماريناس، لأنه يحفز الدورة الدموية الدقيقة في منطقة فروة الرأس ويمد البصيلة بالغذاء المطلوب. ستحصلين على إنبات شعر جديد قوي ذو كثافة مميزة، وتودعين تساقط الشعر نهائيا، والحصول على أظافر قوية وصلبة وذات لمعية. بايو هيرب من ماريناس للرجال والنساء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. العبوة تكفي لمدة شهرين. للاستعلام 70 444 444. من خارج القنوات المعهودة في إطار المجتمع الدولي، دق لبنان بشخص رئيسه أبواب الكرملين سعيا لإعادة النازحين السوريين بعيدا من تصنيف العودة بين الآمنة أو الطوعية، متكلا على النفوذ الروسي لدى النظام السوري. المحاولة اللبنانية تسعى لكسر المراوحة في ملف النزوح وتأمين خط سريع عبر الرئيس الروسي وبضمانته. وما إن حط الوفد اللبناني في موسكو وقوامه رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومستشارة الرئيس حتى سرت التساؤلات. لماذا أقصي وزير شؤون النازحين عن الوفد؟ ولماذا قامت الدنيا على الرئيس الحريري لعدم ضمه الوزير صالح الغريب إلى عداد الوفد إلى بروكسل؟ وأين تتقاطع وأين تفترق مبادرة الرئيس عون ومبادرة الرئيس الحريري وقبلهما مبادرة رئيس الكتائب باتجاه موسكو واعتمادها كمرجعية لحل أزمة النازحين؟ هذا في موسكو. أما في بيروت فهي تنتظر عودة الرئيس سعد الحريري من باريس، حيث خضع لعملية تمييل قلب تكللت بالنجاح، وينتظره ملف الكهرباء الدسم الذي يخضع لمراجعة لدى اللجنة الوزارية، وقد تكون مهلة الأسبوع التي منحها رئيس الجمهورية غير كافية لاتخاذ القرار النهائي بشأن خطة وزيرة الطاقة ندى البستاني. في مجال آخر وفي الوضع النقدي، طمأن مصرف لبنان إلى سلامة الوضع، موضحا أن المصرف أقرض المصارف الخاصة مبالغ بفائدة السوق، وبادرت المصارف إلى إيداع هذه الديون وأيضا بفائدة السوق لدى المركز للحفاظ على الثبات النقدي. الخبير الاقتصادي جهاد حكيم شرح لصوت لبنان تقنية النتينج. آلية النتينج كان نتيجة الهندسة المالية اللي كانت عم بتصير. كان مصرف لبنان بحاجة إلى دولارات كرمال يدعم سعر صرف الليرة، كانت المصارف عم تعطيها الدولارات، مقابل هالدولارات كان مصرف لبنان عم يرجع يعطيها قروض ميسرة ب 2% بالليرة اللبنانية، كانت ترجع المصارف تشتري أدوات مالية عند مصرف لبنان بفوائد 7%.
واعتبر حكيم أن عملية تصفير الديون جاءت في وقت ملتبس وافتقرت إلى إيضاحات بشأنها، وعزى هذا التوقيت إلى الديون التي خصها مصرف لبنان للمصارف الخاصة بفائدة 2% مقابل إعادة إيداعها في البنك المركزي بفائدة 7%، علما أن هذه الديون فاقت رأس مال المصارف. عملية بهذا الحجم 21 مليار، يعني أي 40% تقريبا من الناتج المحلي، تطرح علامات استفهام وخلقت بلبلة. كنا بنتمنى على مصرف لبنان يقوم بعملية استباقية ويعمل الإيضاحات، بس نقول بيان الإيضاحات لأنه نحن بالمحاسبة الدولية إذا ما كان الميزانية هي مرفقة ببيان الإيضاحات كأنه ما عملنا ميزانية. ولا اليوم نحن بنقدر نتكهن أنه يمكن صندوق النقد الدولي ينطلب من مصرف لبنان نسبة رأس المال تبع البنوك اللبنانية على القروض يلي هي اخدتها من مصرف لبنان هي نسبة كتير كبيرة، فكرمال عملية النتينج خففت من القروض يلي كانت اخدتها المصارف اللبنانية من مصرف لبنان، بنوك مدينة أكثر بكتير من رأس المال تبعها. في موسكو وبانتظار لقاء الرئيس عون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال وزير الخارجية جبران باسيل إن ثمة خلافا مع واشنطن حول حزب الله، فهم يعتبرونه إرهابيا، أما نحن فلا، هو مكون لبناني وقوانين أمريكا تعنيها. باسيل لفت في حديث لقناة روسيا اليوم إلى أن إسرائيل لا تحترم المبادئ الدولية والولايات المتحدة تدعمها رغم ذلك، داعيا إلى علاقات استراتيجية مع روسيا، واعتبر أن الأمريكيين يقدمون مساعدات غير مشروطة للبنان، وإذا حصل العكس فلن يكون مقبولا، وأي محاولة ربط للمساعدات بمسعى لتوطين نازحين أو لاجئين ستكون مرفوضة. لبنان وحده قادر على إسقاط مخطط التوطين على أرضه، وحده عنده ما يكفي من القوة لكي يقول هودي ناس عندهم أرضهم، نحن منا أرض لجوء، نحن أرض ضيافة واستقبال مؤقت، إنما كل واحد لازم يرجع على وطنه ويبني وطنه. حتى الآن أعتبر إنه كل كلام عن تعرض العائدين إلى التعذيب وإلى التعسف هو كلام يراد منه إعاقة عودة النازحين السوريين. رئيس الجمهورية ميشيل عون كان قد التقى في مقر إقامته في موسكو مدراء كبرى الشركات الروسية، مثنيا على التعاون بين لبنان وشركات روسية مثل نوفاتيك، العضو في الكونسورسيوم الإيطالي الفرنسي الذي يعمل في التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية. وشدد عون على دور لبنان في إعادة إعمار سوريا. كذلك التقى رئيس الجمهورية رئيس قسم العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو وكل روسيا المتروبوليت هيلاريون، وكان بحث في الوجود المسيحي في المنطقة. اعتبر الرئيس أمين الجميل في حديث للمركزية أن زيارة الوفد الأمريكي مايك بومبيو إلى بيروت أججت الصراع الداخلي اللبناني وخلفت سجالات كان لبنان في غنى عنها، وهي التي تزامنت مع كلام الرئيس الأمريكي ترامب عن الجولان. الجميل أشار إلى أن قرار الرئيس ترامب يتناقض وجهود المجتمع الدولي للسلام في سوريا وفي المنطقة، متسائلا إذا كانت الدول الكبرى ستناقض القرارات الدولية بهذا الشكل فماذا سيبقى من مصداقية للأمم المتحدة صاحبة هذه القرارات. وشدد الرئيس الجميل على ضرورة أن يتخذ لبنان موقفا واضحا من هذه المسألة ما دامت الجولان أرضا سورية، لسيما أن للبنان أراضي محتلة في جنوبه. على صعيد آخر، علق الجميل على العزم الذي يبديه مختلف الأفرقاء على مكافحة الفساد، فاعتبر أن هذا المسار غير مقنع، وهو ما يجعل مكافحة الفساد مجرد شعار، فيما المطلوب تأمين الحوكمة الرشيدة وتفعيل المؤسسات الرقابية الضامنة للشفافية. القراءة السياسية هذا الصباح مع الدكتور فارس سعيد. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور يزبك. بداية زيارة الرئيس عون إلى موسكو، هل برأيك وبتقديرك سيكون قادرا على انتزاع ورقة عودة النازحين من الرئيس بوتين وبضمانته؟ يعني بداية أنا لا أعتقد بأن مع تأييدي للمبادرة الروسية، لا أعتقد بأن الرئيس بوتين قادر اليوم على إقامة أي مبادرة تؤدي إلى عودة النازحين السوريين. أنا أستغرب كيف
لم يشارك في الوفد الرئاسي الوزير صالح الغريب الذي هو وزير مكلف أصلا لعودة النازحين وللعناية بموضوع النازحين، وكان قد زار سوريا وقد زار الحكومة السورية قبل ذلك خلافا لمبدأ النائب النفس. طيب إذا كان العماد عون الرئيس عون ذهب إلى روسيا بقصد تفعيل مبادرة عودة النازحين السوريين، كان من الأحرى أن يكون إلى جانبه الوزير صالح الغريب. واقتصر الوفد فقط على طبعا على وزير الخارجية وعلى مستشارة الرئيس السيد النيلي عون. هذا يعني هي سؤال أطرحه أمام الرأي العام، كيف يمكن تفسير أو تبرير أن لا يكون الوزير المختص لموضوع عودة النازحين شريكا في هذا الوفد الرئاسي إلى موسكو؟ ربما أراد الرئيس عون أن يغطي الرئيس الحريري عندما أيضا لم يضم الوزير صالح الغريب إلى الوفد إلى بروكسل. طب إذا يعني إذا أصبح هذا الوزير عبئا على رئيس الحكومة في بروكسل وعبئا على رئيس الجمهورية في موسكو، طب ماذا يفعل في بيروت؟ يعني أو هذا الوزير الذي فرضه حزب الله على جميع اللبنانيين هو وزير قادر على الإمساك بهذا الملف، أو على هذا الوزير الاستقالة فورا. يعني إذا لم يشارك في الوفد الرئاسي إلى بروكسل ولم يشارك في الوفد الحكومي إلى بروكسل وفي الوفد الرئاسي إلى موسكو ويشارك فقط في زيارة الشام، أعتقد بأن يعني هو قادر على أن يزور الشام بوصفه مواطنا لبنانيا وليس بوصفه وزيرا لعودة النازحين السوريين. بمجال آخر دكتور فارس سعيد، اليوم وكأنه في معادلة جديدة تتكرر لنوع من مقاومة اقتصادية، هل يشتم بالبلد أنه في إسقاط أو محاولة إسقاط للنظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس رفيق الحريري؟ يعني هناك محاولة إسقاط اتفاق الطائف والدستور اللبناني وفرض أدبيات سياسية واجتماعية وحتى ثقافية على اللبنانيين. يتكلم الرئيس عون بأن اللبنانيون هم مستعدون لإطلاق المقاومة الاقتصادية. طب غدا سنتكلم عن المقاومة التربوية والمقاومة الاستشفائية والمقاومة الترفيهية والمقاومة السياحية. هذا لا يشبه لبنان. يعني كل هذا يعني ما يحاول حزب الله فرضه على لبنان ليس فقط ثقله العسكري والأمني وأحادية حكمه للبنان وجعل من طائفته طائفة مميزة ومن حزبه الحزب الحاكم في لبنان، يريد أيضا أن يفرض علينا أدبيات ثقافية وحتى لفظية. لا نرفض فخامة الرئيس، نرفض كلمة هذه المقاومة الاقتصادية. نحن في نظام حر اقتصادي كان موجودا في خلال الجمهورية الأولى، أكد عليه الرئيس رفيق الحريري خلال الجمهورية الثانية، ونحن نريد أن نؤكد عليه مرة ثالثة. لا نريد أن يرتبط اقتصادنا فقط بإيران وبالسوق الداخلي السوري أو بأي مجال آخر. نحن بدون العولمة وبدون التعريب لا يمكن أن ننقذ هذا الاقتصاد وهذه التجارة وعلى الأقل أسلوب عيش اللبنانيين. أخيرا، بومبيو حذر في بيروت، ترامب وقع في واشنطن ملف سيادة الجولان، هل ستمطر في لبنان؟ لا أنا أعتقد لا، رغم أنه يعني وردنا البارحة خبر بأن وفد من حماس زار الضاحية الجنوبية وزار حزب الله، وكأن هناك إيحاء بالقول بأن وحدة الجبهة بين غزة وبين جنوب لبنان، إنما أعتقد بأن 17-01 لا يزال قائما، وما حصل في الجولان حصل أيضا بمباركة إيرانية. يجب أن لا ينسى أحد بأن في تموز 2017 انسحبت إيران 140 كيلومتر عن حدود الجولان وحلت مكانها الشرطة الروسية، وبالتالي أمن الجولان ليس فقط يأخذ على عاتقه ترامب، إنما هذا الأمن الإسرائيلي للجولان هو بضمانة أمريكية روسية وأيضا إيرانية. بدي أشكرك أنا دكتور فارس سعيد، غدا أضراب بعد هذا الفاصل.
الصناعيون ينتفضون، فلماذا الإهمال والهجمة على القطاع؟ وما سبب نمو الاقتصاد غير الشرعي ومن يحميه؟ وهل تتقيد الإدارات العامة بإعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية؟ نقطع السطر. يفتح الملف مع أمين عام العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين المهندس منير لبساط، ومداخلة لوزيري الصناعة وائل أبو فعور والسابق حسين الحاج حسن. الثلاثاء بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. دعا المتعاقدون الثانويون إلى الإضراب يوم الأربعاء في ثانويات لبنان كافة احتجاجا على تجاهل السلطة ورابطة الثانوي أوجاع المتعاقدين. على خط الكهرباء، فرجت بعد توقيع وزير المالية علي حسن خليل على فتح الاعتمادات لتأمين استمرار عمل معامل توليد الطاقة وفق ما أكدت مصادر وزارة المالية. في التحركات المطلبية أيضا، متطوعو الدفاع المدني بدأوا اعتصاما مفتوحا في ساحة الشهداء مطالبين بإقرار المرسوم المتعلق بتثبيتهم. يسود ترقب حذر في قطاع غزة بعد توتر خرق الهدنة التي كان قد تم التوصل إليها بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية. وقد أفيد عن أن مجلس الأمن الدولي سيناقش في جلسة اليوم تطورات الوضع في قطاع غزة. وكانت الوساطة المصرية قد نجحت في احتواء تصعيد هو الأوسع منذ 5 سنوات بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد غارات شديدة شنتها طائرات حربية إسرائيلية مساء أمس ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على شمال تل أبيب. وتحدثت إذاعة حماس عن 7 جرحى واستهداف مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيه في قطاع غزة ومناطق سكنية. كذلك أفيد عن غارات صباحية على جنوب غزة. ردت سوريا على توقيع الرئيس الأمريكي مرسوما اعترف فيه بسيادة إسرائيل على الجولان، ووصفته بأنه اعتداء صارخ على سيادتها ووحدة أراضيها. وقالت الخارجية السورية إن تحرير الجولان بكافة الوسائل المتاحة وعودته إلى الوطن الأم هو حق غير قابل للصرف. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لفت إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش واضح في القول بأن وضع الجولان لم يتغير بالنسبة إلى الأمم المتحدة. دوليا، أكدت بريطانيا أنها لم تعترف بضم إسرائيل للجولان في العام 1981 ولا تخطط لتفعل ذلك. الاتحاد الأوروبي أشار بدوره إلى أن موقفه لم يتغير، وفي حين حذرت روسيا من موجة عنف جديدة في الشرق الأوسط بعد خطوة الرئيس الأمريكي، أعلن وزير الخارجية التركي أن أنقرة ستتخذ إجراءات ضد القرار الأمريكي بما في ذلك في الأمم المتحدة. عربيا، أعربت السعودية عن رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية، وأكدت أن الجولان أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة. كذلك أكدت وزارات الخارجية في لبنان والأردن والعراق والكويت وقطر وتونس أن الجولان أرض سورية محتلة، واعتبرت أن القرار الأمريكي مخالف للقانون الدولي. بعد أيام على إعلان إنهاء تنظيم داعش وتحرير آخر جيب له شرق الفرات في سوريا، حثت الإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها دول العالم على التعاون معها من أجل تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابي داعش في مناطق سيطرة الأكراد المقدرة بنحو ثلث مساحة سوريا. وأعرب مصدر كردي بارز عن أمله في ألا تعارض روسيا تأسيس هذه المحكمة التي تفرضها الأوضاع على الأرض والواجب الأخلاقي. على خط موازن، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري أن قتال تنظيم داعش الإرهابي لم ينتهي، لافتا إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا بأعداد محدودة.
أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية تشكيل لجنة تحقيق ملكية في مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، وعلى أن يشمل تفويض اللجنة التحقيق مع أجهزة الاستخبارات والأمن في البلاد. وستدرس اللجنة نشاطات أجهزة المخابرات والشرطة والجمارك والهجرة وكل وكالة حكومية أخرى قد تكون معنية بتدارك تنفيذ الهجمات. الصفحة الرياضية مع نجيب قاعي. صباح الخير. بالبداية اليوم رح نكون مع الرياضة اللبنانية الآسيوية، وتحديدا مع فريق الصداقة اللبناني يلي قدر انه يعمل نتيجة ممتازة بالمباراة الاولى بنهائيات بطولة آسيا للهاندبول، ولكن خسر بالمباراة الثانية ضد الدحيل القطري وتأهل للدور المقبل من المنافسات. اليوم الساعة 3:15 عنده مباراة بمواجهة الوكرة القطري بالدور الثاني، وبالتالي اذا قدر انه يربح فبالتالي رح بيوصل للدور الربع نهائي من المنافسة. منتابع مع الأخبار الدولية وتحديدا مع مباريات التصفيات الأوروبية لكأس الأمم الأوروبية المقبلة. فرنسا بتسحق إيسلندا 4-0، ألبانيا بتتغلب على أندورا 3-0، تركيا على مولدافيا 4-0، أوكرانيا على لوكسمبورغ 2-1، بورتغال بتتعادل مع صربيا 1-1، كوسوفو مع بلغاريا بنفس النتيجة، وإنجلترا بتسحق مونتينيغرو 5-1. اليوم في عنا عدد كبير من المباريات ضمن هذه التصفيات، وأيضا عنا مباراة ودية لمنتخب البرازيل بمواجهة تشيكيا الساعة 10:15 بتوقيت بيروت. منتبع مع كرة السلة الأمريكية مع أورلاندو يلي بتغلب على فيلادلفيا، منفس على أوكلاهوما، يوتا على فينيكس، وبورتلاند على بروكلين. أما بالختام فرح نكون مع أخبار التنس وتحديدا مع دورة ميامي عند السيدات، وبدورة 16 انتصارات لبارتي، كفيتوفا، كونتافيت، سي، هالب، فانك وفاندروسكا. أما عند الرجال فانتصارات لتومسون، أندرسون، فيدرير، ميدفيديف، غوفان، تيتيباس، شابوفالوف، وتيافوي اللي بتغلب على الإسباني فيدرير بواحدة من أقوى المباريات 2-1. وإلى صفحة الأحوال الجوية. تستمر الأجواء مستقرة مع ارتفاع طفيف في الحرارة التي تصل على السواحل إلى 19 درجة. كان في النشرة تعددت المبادرات باتجاه موسكو، عون الحريري وقبلهما الجميل، والمطلوب واحد، تأمين العودة. ملف الكهرباء ينتظر نقاهة الحريري. هل اقترضت المصارف ب 2% وأودعت لدى المركزي بفائدة 7%؟ بنوك الدين أكثر بكثير من رأس المال. غدا إضراب المتعاقدين الثانويين، لمن السيادة على الجولان؟ في تموز 2017 انسحبت إيران 140 كيلومتر عن حدود الجولان. وبهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار 8:15.